مرحبا، انا اليوم معي هونداي ايونيك 2018. طبعا هاي السياره هايبريد موتور 1600 سي سي جي دي اي كثير قوي. اعطونا اياه اليوم هونداي حتى نصور كاريوكي. اليوم في كاريوكي معنا موهبه صغيره في العمر بس صوتها كثير كبير. معنا ياسمين حبيبي. ياسمين راح تسمع صوتها واكيد راح يعجبكم. خلينا نسمع صوت ياسمين ونشوف وينها. وراي ياسمين. وين ياسمين؟ راح نستنى ياسمين. ياسمين تستنانا اكيد، راح الاقيها هون ولا هون. هيها. يلا يلا تعالي. مرحبا. تفضلي تفضلي. هاي كيفك؟ كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تمام؟ يس. تاخرت عليكي؟ لا يا رب ما اكون تاخرت. كيف امورك؟ حزامك اول شيء عشان ايش نطلع. طيب ماشي. يلا. طيب من وين جايني انت؟ انا جايك من اخر الدنيا، من الدور الثاني. طيب شعرك تمام. عشان ايش المايك وعشان نغني براحتنا. تمام. اوكي اوكي. ياسمين حبيب اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ثاني شيء انا كثير مبسوط انك موجوده مع اليوم. والله وانا كمان. اليوم بدنا نسمع الناس صوتك، بدنا نغني سوا اكيد. بس اول شيء احكي لنا واحكي للناس انت شو بتعمل في حياتك، كيف يومك بتقضيه. تمام. يعني انا ياسمين احمد 15 سنه. بما اني 15 سنه يعني انا مدرسه بالضبط، فموضوع اني اوفق بين كان دراستي واني بغني ما كانش شيء صعب نهائي، لانه بالنسبه لي الغنى مثل الشرب مثل الاكل مثل النوم، فالموضوع يعني بحياتي اليوميه شيء كثير طبيعي. حياتي غنى بالضبط. طيب اليوم يس. اليوم زي ما انت بتعرفي فقرتنا كاريوكي بدنا نغني. يس. اوكي. هلا راح نحكي بس ما نسمع غنى هسه. اوكي. نحكي بعد ما نغني. ايش بدنا نغني؟ هلا بما انه انا بغني عربي انا بغني اجنبي. اوكي. بغني غربي. تمام. ودخلت على موضوع الهندي جديد. حلو. وان شاء الله سون تركي كمان. يس. تمام. فان شاء الله هلا بدنا نغني شيء اجنبي. أوكي. ومن دندن عربي، شو رأيك؟ يلا، إيش من دندن أول شيء عربي؟ نقول فاجئيني. انت وعمت في الليل تبرمي صوب، خايف بهاللحظة يوقع 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 أنا قلبي يضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا ويا أنا أنا ويا صرنا أنا ويا أكتر من الصحبة عسك توداتي لحكيت ولسماتي وقبل ما أشيلك من قلبي عقلبي رجعتك أنت قدري وما في اهرب من قدري الله. انت نظري وما بقدر انا اخسر نظري مثل السكين يا قلبي نزلت دمعاتي الله ويا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما انا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا ويا أنا أنا ويا صرنا أنا ويا أكثر من الصحبة. يعني لو في جمهور كان زقفني. الله يسعد قلبك. شو بدنا نغني هلا كاريوكي؟ في أغنية أنا كثير بحبها لألفيس بريسلي. يا سيدي أنت يعني
تدخليني في الحيط. لا انا متاكده انه صوتك كثير حلو بالانجلش. يعني انا ما بغنيش انجلش في العاده. يس yes. بس انا بحاول معك. يلا تمام اوكي جاهزه؟ يس يلا يلا 1 2 3 يلا ياسمين. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. So أكثر من اللي قبل شوي. عن جد ما شاء الله عليك. لا إن شاء الله بتكون بدايتك بالإنجليش عادي. يعني أنا حفظت عشانها. ما شاء الله عليك ياسمين. Thank you. وأنت من الناس جد اللي يعني كل اللي بتابعوا سمعوا صوتك أكيد رح يحكوا نفس حكي إنه أنت إلك مستقبل كثير حلو وإن شاء الله رح تبدعي ونفتخر فيك كثير. احكي لنا ناوي تكملي في المجال؟ هلا كهواية إن شاء الله ناوي أكمل بس ككارير I don't think so صراحة لأنه كتير في أشياء براسي ممكن أعملها بس حكون بالميوزك مجال الميوزك حكون موجودة فيه بس أكيد. مش كهنا ممكن كإشي ممكن كميوزك مثلا بس عزف أوكي تمام. ممكن أستاذة بالجامعة يعني ممكن أنت هلأ بتعزف جيتار مبلش جيتار يس تعلم جيتار يس إن شاء الله طبعا انا بتمنى لك كل توفيق ما راح اسمح لك انك ما تكملي في الكارير لا اصحابك اكيد يعني حرام هذا الصوت يضيع والله ما تكملي فيه تسلم لي انا بتمنى لك كل التوفيق وبتمنى انك انبسطتي هيك بالفقره شبابيه عفويه مش ما بنتكلف كثير هو احنا هيك الشباب المفروض عفويين كثير بالضبط وهنداي كمان مظبطيننا اليوم اعطينا ايونيك هيك شبابيه سياره شبابيه حلوه حلوه كثير واحنا بنشكرك نتمنى لك كل توفيق يا رب وانا متاكد الناس اللي تابعوكي وسمعوا صوتك اكيد عجبهم صوتك وانا بدي احكي لكم استنوا كل اخبار ياسمين حبيب على كراسي واكيد راح نستضيفك كمان في الاستوديو شكرا لك ياسمين انا راح اوصل ياسمين كالعاده زي ما بوصل ضيوفي انتوا كملوا في الاستوديو وما تروحوا بعيد باي باي
يا طول.